الأب الراهب ماكسيميليان مسؤول الرهبنة البندكتية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر وأحد أبناء الجالية الكينية بالقاهرة. نرحب بحضرتك في برنامج أفريقي. شكرا، أهلا وسهلا لكم. نحن مبسوطين عشان حضوركم إلينا بيتنا بيتكم. كنت تعيش في كينيا ثم جئت إلى مصر عام 2009. يعني ممكن لو حضرتك تحكي لنا قصة انتقالك من كينيا إلى مصر. حقيقة أنا جيت في مصر من روما من إيطاليا، حيث كنت أعيش لمدة تقريبا 17 سنة. ولذلك أنا أقول جيت مصر من إيطاليا. والخبرة أنا أستطيع أن أقول غنية جدا. لماذا اخترت مصر لبدء الرهبنة بها؟ أولا نحن نعرف من تاريخ مصر هو مصر الحياة رهبانية مسيحية. عشان كده كل الرهبان في العالم لديهم حلم أن يزور مصر، عشان هو مصدر بتاعنا زي الرهبان. نذكر دير القديس أنبا أنتونيوس في البحر الأحمر هو الأول أساس الحياة رهبانية مسيحية. عشان كده مصر هو بيتنا وأم كمان. كيف تقرأ العلاقات أو ترى العلاقات بين مصر وكينيا على المستوى الشعبي والرسمي أيضا؟ كينيا ومصر هما إخوة. لما واحد يزور مصر من كينيا يشعر هو في بيته، عشان المشاكل في مصر ومشاكل في كينيا نفسه. عشان كده مصر بيتي كمان.